السلام عليكم اخواتي في الله، كيف حالكم؟ شحال توحشناكم، شحال ما وصلت معكم شي وصفه. اليوم جيتكم بواحد الوصفه اللي هي البريوش. البريوش العجينه ديال البريوش معمره بكريمه باتيسري، هانتوما كتشوفوها. انا كنت صوبتها معكم شحال هذه، ولكن ما كاين مشكل نعاودها لكم. اليوم جيتكم باش لي واحد الاخوان بالاسبان طلبوا مني باش نقدم بالاسبانيه، وسامحوني على القضيه هذه. ميمبونا ستاردي سينيوراج سينيوراج ميرا اوي بويا فير اون كوكا دي بريوش رينا دي كريمه باستيليرا. لان اليوم ماشي اليوم، نهار 18 الشهر، نهار 23 في الشهر، عندهم واحد الحفله في الاسبان اللي هي كيستعملوا اكثريه هاد الكوكات هادو. كاين اللي كيعمروها بالكريمه، كاين اللي كيعمروها بالشوكولات، كاين اللي كيعمروها بلي شوفو ديال واحد الملك، تيعيطوا له شوفو ملك، وهو كابيو دي انخيل. وتيعمروها هذيك هي الحفله ديالهم، بحال شي عائله ديالنا. كيمشيو كيدوزوا الليله ديالهم تقريبا كلها في البحر، وتيديو معاهم هاد الكوكات هادو باش يحتفلوا بها، وتيبقاو حتى الصباح، حتى الفجر، حتى السبعة الصباح. المهم المقادير هي كالتالي: الكريمه راكم عارفين، صوص فيها 500 غرام ديال الحليب، جوج بيضات، جوج ديال الفاني، 160 غرام ديال السكر. هادشي كلشي في حليب بارد. ثلاثه البعض الكبار ديال المايزينا كنديروا في الاناء، وكندير لهم العود ديال القرفه، وكنخليوها تعقد مزيان. ملي كتعقد تنديروا هنايا، كنخليوها تبرد باش كنعمروها في الكوكا ديالنا. بونو سينيورا سينيوريس ميرا اكي ستويكم بوسوتروس. بريميرو ابي بريباراو لا كريما كييفا ما او مينو 500 سنتيلتر دي ليتشي، دوز هويبوس، دوز ساكيتوس دي فاني، 160 غرام دي اثوكر، اي 3 كوتشاريتاس دي مايثينا، اي ديبويس اي ليتشي فريا. todo eso اي ليتشي فريا. se mezcla todo el fuego lento hasta que se encoge y se pone así. ahora lo voy a dejar a freír, que se enfríe para el relleno. بالنسبه للمقادير هي كتشكل التالي. هنا عندي كولورانتي، عندي اللون الاصفر هو باش يعطيه واحد اللون. عندي 70 غرام 70 سنتيلتر ديال الزيت، ها هو كتشوفوا خواتكم. عندي لاروما ديال التشين ولا قشرة التشين. عندي هنا بيضة كما كتشوفوها. عندي هنا معلقة كبيرة ديال الخميرة ديال الخباز، وعندي هنا 100 غرام ديال السكر، وعندي هنا 200 غرام 200 سنتيلتر ديال الحليب، هاهي. وعندي هنا 400 غرام ديال الطحين فورس. كنبدا بالليكيد هو الاول، انا نوريكم الطريقه، وعاد تندير سميتو تندير الطحين. وعندي هنايا النفع، ها هو كنديرو حتى هو معلقه هكا، كل معلقه ونص ولا جوج. وعندي هنا الزنجلان. ميرا اكي تيليمو بارافير لي بريوش، بارافير لي بريوش لا كوكا دي بريوش. نيسيسيتو بريميرو كومو سي ياما لا بييل دي نارانخا بارا لاروما، 60 سنتيلتروس دي اسيتي خيراسول، كولورانتي media que no sea la punta de la cucharita con un poquito de agua, un huevo,
una cucciara supera di levadura di panadero, 100 grammi di zucchero, sesamo che sta qui, sesamo, e anis secco, e sto parlando del mio gusto, e 200 grammi di leche. Primero voy a poner lo líquido, después voy echándole la harina sobre la marcha. Si veo que le falta que se encoge la pasta, lo he hecho más, le he hecho agua, más o menos. Y la harina, naqsa chouya de smito de ma shtach bzyan bqat qasha, ghadi ndirlha chouya de lma, sorry, al hasab smito. وهنا عندي اللوز باش نديكوري في التالي. وهنا عندي داك سيريسا حب الملوك كما تيقولوا له مرقد الملوك مرقد. اكي ابوستو الميندرا فيلادا para decorar al para decorar cuando está el brillo hecho antes de meterlo al horno. وعندي هنايا سيريسا confitada para decorar. Vamos a echar los primero los líquidos, la leche. Ahora ya está, ha puesto la, ¿cómo se llama? La levadura con la harina. Ahora está la primera del arroz, del khabbaz, del zafar, del tahin. Y voy a intentar un poco. Se ha tachado el leche un poco. Y se ha hecho un poco. Ahí la harina de la harina de la harina, que se ha hecho un poco. Vamos a hacer el saco. Vamos a hacer un poco. ما صغرش كندير لها شويه ديال الزيت كنطلقها على البريمير غير باش تزول من داك سميتو باش نهزها ونحطها ونقطع على جوج ونخليها ترتاح. اورا ميرا اورا ياستا نوسترا باستا ياستا هيتشا كومو سي ديتي كاستيانو لا باستا دورا ما سيغورا. اورا لو ميو بوستو لو بوي ابوني ان بوكو دي اسيتي كون لا بريميرا بارا كي سينكوخي تودا لو ساكو لو كورتو ان دوس لو ديخو ريبوسار ان بوكو يا استوي كون فوسوتروس. ها انتما كتشوفوا العجينه ديالنا ها هي فيها الزجاج وفيها النفع هذا مزيان. هي كنعمرها ديريكت
كنغطيها ديريكت وكندفعها للفران، ما كنسيناش تخمر الا خمرنا كتخمر شي حاجه بزاف. بالنسبه لكوكات الشوكولاته هي هكا كتخليها هكا وعورا بنينا كوم عورا كوم صاليو لا باستا صاليو لا باستا سي كير كي فومينتا لو بويس دي خار 16 مينوتوش باغ اكزومبل اون كوكا نورمال سي رينا الا يو كوم لا كريما لا كريما كوم تيني ليكيدو تيني ليكيدو يو لو بونغو ديريكتامينتي لو هاغو لا باسي ديبويس لو تابو ديريكتامينتي لو ديكورو يا ديريكتامينتي الورنو ديريكتامينتي الورنو سي سالي كون اون باستا اسيدي فينا اسي لي فينا داكشي اللي قلت لكم بالسبريونيه لان كنطرحها هنا كرقيقه باش كطلع لي لاباستا هي رقيقه من الفوق ورقيقه من التحت والكريمه كتبقى فيها لداخل. هانتوما هانتوما كما كتشوفوا كنديرو مكويرات كنقسمهم على جوج وكنديرو الزيت مكنديرهمش الطحين مكنديرلهم ماسيلا مكنديرلهم حتى شي حاجه. فيرا اوريا بوستو dos bolas de iguales iguales una de base la otra para tapar وحده كتكون من التحت وهذه اللي كنغطي بها نخليهم يرتاحوا شويه وبعد هذه شويه الزيت هنايا هذه على حسب التفصيل اللي عندي دابا غنصبغها بالبيض. هانتوما كما كتشوفو راني جريت شي شويه لهنايا قطعت شي شويه لا ريغلاو اون بوكيتو بارا بلانيلا بارا بلانيلا اي ديبويس بيتادا كون هويفو صبغها بالبيض غادي نديرو لها اللوز ديبويس هي تشارا الميندرا اي لا سيريسا من بعد غادي نديرو لها اللوز و غنديرو لها الديكور ديال الكريمة هانتوما كتشوفو نديرو لها الريز ها راه بوستو الميندرا اللي بغيت ديكورار هاني درت اللوز دابا غادي نديكوريها بهاد الشكل هذا حنا دابا ديكوريناها يا صافي ديكوراها غادي نبونيمو لا سيريسا كونفيتادا غنديرو لو حب الملوك المرقد شي حتى شويه ديال المنظر راه ظل لي ماش ما ديكوراسيون ماشي ميمو اي طريقة ارا نبونيمو ان بوكو دو سوكر صافي لو بونيمو ان بوكو دو سوكر Y el azúcar cuando está en el horno se queda como caramelizado. Ya lo veréis. Ahora voy a dejarla meterla al horno a 180-190 grados. Primero lo voy a dar por abajo para que se coge bien. Y después lo pongo lo de arriba para que se tuesta
بيان الريفا. دابا الفران غادي درتو على 190 درجه، غادي نديرو من التحت باش تحمر مزيان، ومن غادي تحمر غادي نديرو من الفوق وصافي. ملي تشوفها بدات تحمر مزيان ولا السكر المعمر وكذا مزيان. انتما احبتي في الله، ها الكوكا ديالنا كيفاش جات. الحمد لله هذا السكر اللي هو ولا كراميل، ها عندنا اللوز فيلي ها هو هنايا باين، عندنا حب الملوك مرقد، والحمد لله. انا من بعد قطعت معكم واحد الطريف. بوينو سينيوريس سينيوراس اميغوس، ميرا اكي استا لا كوكا دي سان خوان رينا دي كريما. Espero que te gustan y salió del horno perfectamente. Y lo que supo, me tesaunis me like a diaco, o me shirak, o que te menna me la bedo sfadis con el vetco, o dirá diaco, sala, nala, me vete si haja, o chocolate la com, y la video a Isha Allah. Bueno, hermanos, te agradezco mucho vuestra atención y espero que la coca de San Juan. Entre parentes, la coca de San Juan le había gustado y lo puede hacer en casa. Y como estamos en la puerta de San Juan para el día 23, pruébela en casa y que salga todo bien. Y felicidades, y muchas gracias. Y hasta otro vídeo próximo, inshallah.